النسخة العاشرة من مهرجان دار السينمائيين تخرج بحلة جديدة تحمل معها ملامح إبداع وعطاء من خلال الجمع بين الصورة والكلمة. وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية في افتتاحها للمهرجان أكدت أن الدولة ظلت تساند كل عمل إبداعي يخدم التنمية ويوحد الصفوف. فقد أصبح هذا المهرجان موعدا سنويا يلتقي فيه سكان نواكشوط حول الشاشة الكبيرة في زمن تكاد فيه أن تختفي تماما من مجالنا العام. وكما تقف وزارتنا خلف هذا المهرجان فإنها ستقف ماديا ومعنويا خلف كل التظاهرات الثقافية الجادة والمجددة، لأننا نؤمن أن العمل الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات الثقافية المستقلة عمل مكمل لما ننوي القيام به ضمن برنامجنا وسياساتنا الثقافية. بدوره مدير المهرجان وخلال كلمته الشاعرية صاغ الحصيلة العشرية لمهرجان الفيلم القصير مبرزا طموح الشباب الموريتاني في الارتقاء بلغة الصورة. على امتداد 10 سنوات خلت واصلنا زرع فسيلة الأمل في أخيلة الشباب الطامحين إلى تحدث لغة الصورة، واصلنا استدراج جماهير نواكشوط، وكنا كالخاطبة نشعل فتيل علاقة عاطفية بينها وبين الشاشة الكبيرة. النائب الأول لرئيسة المجموعة الحضرية أكد أن هيئته دأبت على دعم المهرجان، معتبرا أنه فرصة لجمهور نواكشوط لمتابعة الأعمال الفنية الهادفة. على مدى 3 أيام سيتابع جمهور نواكشوط ندوات فكرية تناقش واقع السينما في بلادنا، وكذا كوكبة من الأفلام القصيرة نسجتها أيادي وطنية كان أولها فيلم تيتا بائعة النعناع. هذا الفيلم يعني فيلم موريتاني 100%، إنتاج موريتاني، تصوير موريتاني، وكذلك الشركة المنتجة والمنفذة له شركة موريتانية. المهرجان تنوعت ملامحه من خلال المعارض التي شملت صور الكاريكاتير والصور الفوتوغرافية والحيز الهام الذي شغلته السفارة السودانية من خلال معرض عكس التنوع الثقافي والقواسم المشتركة التي تجمع بين بلادنا وجمهورية السودان.